غاريدو وكيتسال ايضا دي السؤال ديال المتابعين هو الاهداف مع هذا المدرب، شنو هما الاهداف اللي استرشوا مع غاريدو؟ دائما ربما تيعرفوها عندنا هدف هو اللعبو من اجل الحصول على الالقاب اللي الواجهات اللي تلعبوا لها. حنا ما تنقولوا حتى حد الا مشيتي للبيمي فينال ولا مشيتي للكاب فينال، حنا شوف ها حتى سيدي لي بريم دوبجيكتيف هز ديال دومي فينال والكاب فينال وديرهم زيد دبلهم على جوج وديرهم في الفينال.